كشف مؤتمر كبير يعني, ففي اسماء الحضور في المؤتمر, فلاقي المستشار رئيس محكمه كذا ونائب رئيس محكمه كذا ورئيس محكمه خوانه. فبيسال الاستاذه هدى المدير, فبيقول لها هم كل البهوات كانوا دول بيحضروا المؤتمرات عندكم؟ قالت له طبعا هم دول اصلا جمهور المركز يعني, ده جمهور المركز يعني الاوضاع الاوضاع يعني واعضاء نيابه عامه. احنا في احد المؤتمرات في بيروت كان رئيس المؤتمر بالشرع المستشار المرحوم يعني استاذ ومنشئ يعني المحكمه الدستوريه الحديثه الدكتور المستشار عوض المر, فخر الفقه القانوني الدستوري المصري. طب معلش, هو في التباس على الناس يعني, يعني ايه اسباب هذه المداهمه؟ هم تم اعلان من حوالي شهر ونص كده, شهرين تقريبا, ان في 36 منظمه واشخاص موجودين هيتم تحقيق معهم بموضوع التمويل. يعني المداهمه دي كلها بفكره التمويل, ان انت لا التمويل لتخريب البلد. لتخريب البلد. خد بالك, اصل دي نقطه مهمه جدا, موضوع التمويل. هم المحققين نفسهم اعلنوا في بيان صحفي انه احنا يا اخواننا مش بندور التمويل, مش مجرم في ذاته, والتمويل في قانون بينظمه وفي طرق بتنظمها. هو بيدور على خش شرعي وقضاء اللي بيخرب بيدور على التمويل اللي بيخرب في البلد, بيحرقه وبيعمل. انا عايز انا عايز اقول حاجه دكتوره, ليه اللي استخدمه معانا ده تخريب البلد ده؟ لا ده لا, ده قانون الجنايات كان العقوبات نفسه. انا عايز اقول حاجه بس, الموضوع يعني انا عايز اخرج كل حاجه. تخريب البلد, تدمير البلد, لا بصرف النظر عن ان احنا نتفق ولا نختلف, هو بيبحث في موضوع بيقول ان الطرف الثالث ده بيتمرغ منه. الدنيا واضحه جدا بالنسبه له, حكايه الطرف الثالث ده, ويشوف الشرائح المحمول اللي بيظبطها كل شويه دي بيكلموا مين, والسرايا دي بيكلموا مين, وهو يعرف ان مين اللي بيحرق البلد. لا قول بقى, قول بقى. ايوه اللي افترى هو في انا اقول لك على حاجه. لو تفتكري انتوا بتخبوا رئيس الوزراء, رئيس الوزراء الحالي دكتور كمال الجنزوري, انا اقدر اقول لك اللي قاعدين في طوره مش عايزين يخش باب الوزاره, مش عايزينه يدخل. دي ليها علاقه, هم اللي مش عايزين. طبعا الراجل ده اول ما جه اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم في 14000 16000 فدان في طريق مصر اسكندريه الصحراوي, شوفهم لي دول فين. أيوه. انا بكلمك على كده, والراجل ده لو كمل شويه كمان هيطلع كل قضايا الفساد. أيوه. يعني انت بتتكلم على رئيس حكومه حافظ. أيوه. انتوا بتعملوا ايه وجاي يعملوا؟ طيب انت بقى غير الثوار اللي ليهم مطالب مشروع واللي انا عارفهم والناس عارفاهم وكل حاجه, طب ليه الثوار ما فهموش كده؟ يعني احنا شفنا فعلا انه الدكتور الجنزوري من يوم ما جه عمل خطوات بصراحه ما اتعملتش مع الشباب. دي وجهه نظرهم, انا مختلف معاك طبعا, وانا مختلف معاك, بس انا كمان عايز اقول بس مش لدرجه ان انا ما دخلوش المكتب. لا انا بس يا جماعه ما يدخلوش المكتب, ما دخلوش المكتب. انا عارف بقى حافظ بيقول كلام مهم جدا. أيوه. بس انا اتفضل يعني حاجه بس صغيره كده على المعتصمين. المعتصمين دول كانوا صور محترمين. أيوه. بقى وناس محترمه وكان لهم وجهه نظر. المعتصمين انا قصدي بقول يا جماعه ليه ما بنفرقش, ما تدوش لازم نفرق. لا انا موافق. ما انا النهارده احنا بنطلع كلنا في الاعلام نقول اول ما نشوف حد ماسك مولوتوف وبيرمي على القوات المسلحه او بيرمي بيحرق مجمع علمي او كده, ونقول ده اللهو الخفي وده بلطجي. طب لما البلطجي ده بينصب في معركه او بيقع او بيتضرب او حاجه بالشكل ده, ازاي بيتحول لمصاب من مصابين الثوره او لشهيد؟ احنا كمان لازم يحصل نقد ذاتي داخلي وتطهير داخلي. عشان كده انا معجب جدا بمبادره احتمال تطلع يوم الاثنين, بعض النشطاء كلموني عليها, على فكره العوده الى سلميه الثوره, ان كل تيار يطهر نفسه من اي شبهات استخدام عنف مولوتوف او ما شابه, بحيث ان الثوره تعود الى شكلها السلمي, ويتقال بقى نمسك بقى العيال اللي ماسكه مولوتوف دي. مين تعالى يا ابني انت, مين انت؟ التحقيقات فيها كلام يا خالد. ما هو دلوقتي التحقيقات بتاعت قوات الامن في الجيزه ماسكين ناس بعينهم وموجود, وعضو مجلس الشعب سابق, وكان في اجتماع فيه كلام, والنائب العام اعلن انه هيعلن هذا الكلام. طب فين عايزين للاسف يا حافظ اللي قال اعضاء, أنا كل مره يقول لك مسكوا رجل اعمال. أيوة. ومسكوا اعضاء في مجلس الشعب. لا. ده سربوا كلام على ايمن نور ورامي لكح. لا مش رامي لكح ولا ايمن نور, وطلعت تسريبات على رامي نور ومنظمات على ايمن نور ورامي لكح ومنظمات حقوق الانسان لا ده تصفيه حسابات بشكل او باخر مع رامي لكح ومع ايمن نور ومع منظمات حقوق الانسان, والقصه دي معروفه ومش هترد يعني مش هتنطلي مره ثانيه على الناس في مصر. انما دور على المستفيد من توتير الاوضاع
وتعطيل التحرك والمرحله الانتقاليه. انا تقديري انه في مشكله، في مشكله في اللي بيحكموا في المرحله الانتقاليه، انهم بيعملوا مشاكل ضخمه جدا للناس بما فيها استعداء قطاعات ما كانتش عدوه استعدائها ضدهم، وبتعمل اجراءات ضدهم، وبتعمل انحيازات ضد مع ناس وضد ناس، وبالتالي ده بيخلق حاله من حاله العداء. وفي نفس الوقت في كمان مستفيدين من ضرب الثوار ومحاوله المرحله وصلت بين الثوار وبين اللي بيحكموا حاله عداء مستحكم، لانه في يعني في يعني في تعمد استخدام قوه مفرطه ضد الناس الثوار السلميه. يعني انا بتصور انه الموضوع يعني يعني انا ببعده شويه بعيد عن الجانب القانوني، او عايز فعلا ابعده عن الجانب القانوني وعايز اشوفه في اطاره العام. واطاره العام في تقديري انه اكيد تاني بكرر انه فكره انه هناك من هو لم يدرك حتى هذه اللحظه ان في مصر قامت ثوره.